بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجات اللي ناس كتير اشتكت منها مؤخرا في الفيسبوك هو الجزء الخاص ببيبول تو سبسكرايب تو، اللي المفروض بيجيب فيهم ناس مشهورين اشترك عندهم وكده واتابعهم واتابع صفحاتهم، وبرضو الجزء بتاع بيبول يمينو لان عاد بيظهر فيهم اكونتات غريبة كده وبيبقى فيها صور برضو يعني مش مناسبة خالص. بالإضافة اللي في ناس بتشتكي برضو من مسألة الإعلانات اللي بتظهر على الجنب، اللي برضو أحيانا بيلجأوا فيها لاستخدام صور مش مظبوطة عشان يلفتوا النظر وكده. فإن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم طريقة ل يعني منع الإعلانات دي ومنع البيبول تو سبسكرايب تو، وإن شاء الله هشرح الطريقة على متصفح الفايرفوكس وعلى الكرو. هنبدأ الخطوات على متصفح فايرفوكس. قبل ما نبدأ في هنا بيبول تو سبسكرايب تو زي ما احنا شايفين، وفي إعلانات هنا ظاهرة اهي. المهم الخطوات اللي احنا هنروح لقائمة تولز، بعدين ادونز، ولو الزرار بتاع الفايرفوكس هو اللي ظاهر بدل القائمة اللي فوق هنضغط على فايرفوكس ادونز، وفي الحالتين هنفتح الشكل ده. هنكتب فوق هنا في السيرش اد بلوك بلس، هنسطب الاضافة الاولى اللي هتظهر اللي هي اد بلوك بلس، هنعملها انستول ونستناها تحمل. كده سطبت على الفايرفوكس. الاضافة دي لوحدها بدون ما نعمل اي حاجة كفيلة ان هي تشيل الاعلانات بس، لكن مش هتشيل بيبول تو سبسكرايب تو والبيبول يمينو. لاحظنا او عملنا ريفرش الصفحة ما عادش فيها اعلانات خالص، لكن لسه البيبول تو سبسكرايب تو والبيبول يمينو لسه موجودين. هنضيف اضافه تانية هتظهر في نفس البحث بدون ما نعمل بحث تاني، اسمها element hiding helper for ad block plus، ونعمل لها install. اول ما الاضافه دي تسطب هنيجي تحت على ايقونه ad block plus اللي في الشريط اللي تحت ده، ونضغط select an element to hide. طب الشريط اللي تحت ده اذا ما كانش ظاهر هنطلع فوق ونعمل كليك يمين ونيجي على add on bar ونضغط عليه نتأكد ان هو قصاده صح. لما يكون قصاده صح هتلاقي الشريط اللي تحت ده ظاهر وفي الايقونه بتاعت الاد بلوك بلس، هنضغط عليها ونعمل سيلكت ان اليمنت تو هايد. بعدين نبدأ نتحرك بالماوس لحد ما المربع الاحمر ده يكون حوالين الحاجه كلها اللي انا عايز اخفيها، فهنا ظهر حوالين بيبول تو سبسكرايب تو بكل محتوياتها. اضغط كليك واعمل اد اليمنت هايدنج رول، اختفت الجزئية دي. بالنسبة لجوجل كروم هي نفس الفكرة اللي احنا عملناها في الفايرفوكس عن طريق الاد بلوك بلس، مع اختلاف طريقة التنفيذ حاجة بسيطة. زي ما احنا شايفين الاعلانات موجودة والبيبول يمينو موجودين. هنروح برضو نجيب الاد بلوك بلس، بس المرة دي هنروح على علامة المفتاح اللي فوق دي ونضغط على تولز اكستنشنز، بعد نقوله براوز ذا جالري، واحيانا بيبقى مكتوب تحت كده جيت مور اكستنشنز، ايا كان الموجود هنضغط عليه. هنيجي في خانة البحث ونكتب اد بلوك بلس وانتر، ونعمل اد تو كروم. اد انضافت وظهرت الايقونه بتاعتها فوق. هنيجي للصفحه هنا الاعلانات لسه موجوده، هنعمل ريفرش الاعلانات اختفت وظهرت بيبول يومينو بشكل اكبر. هنضغط على الايقونه فوق ونعمل كرييت ايزي فلتر، نتحرك لحد ما السهم يجيب الجزء اللي احنا عايزين نخفيه كله ونضغط كليك ونعمل اد، اختفت البيبول يومينو، وبكده يبقى احنا عملنا الفايرفوكس والكروم